قالت لجنة الأطباء المركزية في السودان أن أكثر من 25 طبيباً أصيبوا بفيروس كورونا في الأيام الماضية، إضافة إلى عدد آخر من مساعديهم، مما ينذر بتدهور الوضع في المستشفيات حيث يعمل الأطباء السودانيون في ظروف صعبة هناك. مكثت في الحجر الصحي 15 يوماً بسبب الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا قبل أن تثبت نتائج الفحص الطبي سلامتها. سمية وهي طبيبة تشدد على أهمية توفير مستلزمات الوقاية للأطباء، وتقول إن أخطار الإصابة بالمرض وسط زملائها تنذر بكارثة تصيب الجميع. أنا من التاريخ المرضي كان اشتباهي عالي، شبه متأكدة، لكن في النهاية مسائل الطبية يعني ما في تأخذ كده، بس لازم يتم التأكيد وكده. فكنت عايزة ألبس لبس البي بي إي عشان أقدر أحمي نفسي، لأنه بالنسبة لي ده اشتباه عالي. للأسف ما كانت متوفرة البي بي، أنا كمية بسيطة في السودان. أكثر من 25 طبيب وغيره من المساعدين خرجوا من العمل بسبب الإصابة بالفيروس، منهم من قضى نحبه ومنهم من يصارع الفيروس في غرف الحجز والعلاج. معظم هذه الحالات سببها مخالطة الأطباء للمرضى في صلاة الطوارئ وغيرها، وربما انتقلت إليهم العدوى بسبب تمويه المصابين تاريخ مرضهم. في بعض المستشفيات فيها توقف تام، في بعض المستشفيات توقفت جزء من الأجزاء بتاعتها، من الأجسام بتاعتها، نتيجة لغياب الكادر الطبي. بما هو متاح من إمكانات تحاول وزارة الصحة السودانية السيطرة فيما يبدو على الوضع من خلال الاستجابة لبعض المطالب، ومع ازدياد الإصابات تفقد المستشفيات كل حين طبيبا أو ممرضا، واقع ينذر بكارثة ليس أقلها انهيار النظام الصحي برمته. الوضع أصبح خطير جدا وأصبح يمس كل شخص. هذا الفيروس لا يفرق بين كبير وصغير، لا بين رجل ولا امرأة، لا بين غفير ولا وزير، يمكن أن يصيب أي إنسان. فالوضع أصبح خطير جدا ونحن نخشى أن نصل إلى وضع كارثي. دخل فيروس كورونا مرحلة الانتشار في السودان على الرغم من كثرة إجراءات الوقاية، مؤشر تؤكده أعداد المصابين الآخذة في الارتفاع يوما بعد آخر. كلما فقدت المستشفيات طبيبا أو ممرضا بسبب فيروس كورونا، كلما ازداد الخطر الموجود أصلا على عامة الناس. فحماية الأطباء من خلال توفير الإمكانيات والموارد لهم تبدو مقدمة على غيرها. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم. أعود بكم مرة جديدة إلى اليمن. نتساءل، هل كانت السياسة تلعب دورا في التعتيم على تفشي كورونا في البلاد؟ ينضم إلي عبر سكايب من حضرموت في اليمن الدكتور رياض الجريري، وكيل وزارة الصحة ومدير عام الصحة اليمنية في حضرموت. مرحبا بك دكتور رياض، شكرا لك لتلبية الدعوة. السؤال هنا، الوضع العام اليوم عندما نتحدث عن أن هناك في اليمن حالة واحدة فقط، طبعا الحمد لله أنه حالة واحدة فقط، ولكن ما هو المتوقع؟ هل هذا هو العدد الحقيقي؟ هل لأن اليمن شبه معزولة لربما عن المحيط اليوم الحالات فيها قليلة؟ أم أن الرقم أعلى بكثير وهناك من يعرف الرقم الحقيقي ولا يود نشره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا نحن في اليمن نعاني من ظروف صعبة وقاسية جدا على الفترة الماضية بسبب الحرب، وسجلت أول حالة في العاشر من شهر يناير إبريل الماضي. هذه الحالة سجلت في حضرموت وتم التعامل معها بشكل سليم، لكن الآن بدأ ينفجر الوضع بشكل كبير جدا وتظهر حالات كثيرة، وأتوقع أن الرقم يزداد يوما عن يوم وتظهر حالات أكثر نتيجة لترهل للنظام الصحي ونتيجة لأوضاع الحرب وأيضا نتيجة للمشاكل في كل الخدمات الموجودة على مستوى اليمن بشكل عام. فظهور حالات في محافظة عدن وأيضا ظهور حالة في تعز هي وافدة من عدن، أيضا أتوقع أن هناك زيادة في عدد الحالات لأن نسبة الاكتشاف ضعيفة جدا، ولأن لم يكن هناك دعم كافي لليمن من قبل المنظمات الدولية المسؤولة عن هذا الجانب حتى يساعدوا الكوادر الصحية ووزارة الصحة في الاكتشاف المبكر للحالات المرضية والتعامل معها في وقت قياسي. طبعا نحن نتكلم عن حالة واحدة، حالة وفاة، يعني حتى تأكد لي الأرقام دكتور، الوفيات هي حالة واحدة والإصابات هم خمسة.
طبعا هم الاصابات سبع اصابات. والوفيات واحد ولا اثنين؟ الوفيات اثنين وحاله شفاء وحالتين تحت الرعايه. اربع حالات تحت الرعايه طبعا. طيب. والحاله الاولى التي سجلت شفيت. طيب كيف تم الكشف عن هذه الحالات دكتور؟ يعني من اين توفرت لديكم وسائل الفحص اليوم؟ هل هناك من قام بتامينها من قبل؟ كيف كشفتم عن الحالات؟ طبعا الحاله الاولى التي تم كشفها في شهر ابريل في حضرموت في محافظتنا تم كشفها من خلال احد الاطباء في عيادته في الباطني، كانت العلامات والاعراض متوافقه مع التعريف القياسي وتم اخبارنا وتم اخذ مسحه وتم فحصها في وحده البي سي ار نتيجه توفر بعض المحاليل تم امدادنا بها من قبل الاخوه في منظمه الصحه العالميه، محاليل قليله جدا ومسحات ايضا قليله جدا لكنها ساعدتنا في الاكتشاف المبكر لهذه الحاله ومتابعه المخالطين. اخواننا في محافظه عدن ايضا ظهرت عندهم خمس حالات مباشره بشكل فجائي وتم الاعلان عنها وتم ايضا تاكيدها في مختبراتهم. هذه الخمس الحالات توفت منها حالتين، ثلاث حالات في الرعايه، وايضا تم الكشف يوم امس عن حاله اضافيه السابعه في اليمن في مدينه تعز، هي عباره عن حاله منقوله من محافظة عدن، عبارة عن شخص مخالط. طيب ولكن لماذا هذه القلة في تقديم هذه المحاليل اليوم ووسائل الاختبار من قبل منظمة الصحة العالمية؟ هل هناك سبب؟ لأنه يعني النقص يعني لم يعد الحديث عن النقص في وسائل الاختبار اليوم يسيطر يا دكتور، يعني موجودة وسائل الاختبار، لماذا في خصوصية لليمن أم أن هناك شيء آخر؟ طبعا في اليمن هناك مشاكل كبيره جدا، تحدثت عن الجوانب السياسيه. خلينا بالصحيه الان، السياسيه بعد شوي. ايوه في الجوانب الصحيه ايضا المنظمات الدوليه توجد مراكزها الرئيسيه في صنعاء، والمراكز التي تم استحداثها في عدن في العاصمه المؤقته لم تكن لديها اي صلاحيات، فهي بس مجرد مكاتب توجد هكذا يعني لدر الرماد في العيون، غير الصلاحيات كلها موجوده في مكاتب الامم المتحده اللي في صنعاء. فكل المواد التي يحتاجها الكادر الصحي سواء حتى المستلزمات التي نحتاجها للتعامل مع الحالات المرضيه سواء كان ملابس الحمايه او الكمامات او غيرها للكادر الصحي، عندنا اشكاليه كبيره ونقص حاد فيها وتوجد من قبل. طيب. يعني كل الوكالات الطبيه والمستلزمات الطبيه المراكز الرئيسيه حقها في صنعاء. فكانت هناك مركزيه حاده جدا وهذه المركزيه. طيب. اثرت بشكل كبير. طيب. وصول المحاليل ووصول مستلزمات الحمايه للمحافظات المحرره. طيب هل الحوثي يساهم في التكتم اليوم على حقيقه تفشي كورونا في اليمن؟ طبعا منظمة الصحة العالمية هي المسؤول عن هذا الجانب خصوصا في الجوانب الفنية والإبلاغ عن الحالات المرضية أو حالات كورونا الموجودة الاحتمالية في صنعاء أو في أي محافظة من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي. فأتوقع أن هناك حالات موجودة وهناك تفتم، ومنظمة الصحة العالمية طبعا غير قادرة على توصيل أو غير قادرة على الإبلاغ عن الحالات رغم أنها هي المشرفة على المختبرات المركزيه وعلى وحدات البي سي ار التي تجري هذه الفحوصات ولهم خبراء موجودين في صنعاء، لكن السلطات في صنعاء تتعامل بقسوه مع هذه المنظمات، وضع ميليشيات تتعامل بقسوه، فهذه المنظمات الموجوده في صنعاء لا تستطيع ان تقدم اي معلومات في تلك المنطقه من اليمن. فاتوقع ان هناك حالات، مع ان اخفاء الحالات وعدم الابلاغ عنها يشكل خطورة كبيرة جدا على صنعاء وعلى المواطنين في صنعاء والمحافظات الأخرى، وحتى خطورة على الميليشيات نفسها. فأتمنى أن يتم الإبلاغ عن أي حالة مرضية مصابة بكورونا بكل شفافية لكي يتم التعامل معها، وأيضا يتم التعامل مع المخالطين في أسرع وقت من أجل أن نمنع الوباء، لأن ليس هناك مجال في هذا الوقت لإخفاء الحالات وليس هناك مجال للخصومة والفجور في الخصومة. من الذي يتولى التواصل ما بين المتخاصمين دكتور؟ ما الدور الذي تلعبونه أنتم؟ ما هو نوع التواصل من منظمة الصحة العالمية؟ قلت ذكرت حضرتك بعض التفاصيل الآن، لدي دقيقة إذا تكرمت. طبيعة التواصل، من هو الجسر الرابط؟ هل أنتم بحاجة إلى وسيط اليوم؟ أكيد هناك احتياج كبير جدا لوسيط
لأن المواطنين الموجودين في المحافظات الغير محررة هم يمنيين ويستحقوا كل الرعاية والخدمة، وسلطات في حكومة شرعية يجب أن تكون مسؤولة عنهم ومتابعة لكل احتياجاتهم. لكن التكتم الحاصل من قبل الميليشيات المسيطرة هناك مثل أي تكتم في أي وضع من الأوضاع، ومثل كل الإجراءات التي يفعلونها داخل صنعاء هم الحكام الفعليين الموجودين. فهناك من ممكن حاجة أن يكون الوسيط دكتور؟ من ممكن أن يكون الوسيط؟ أنه منظمة أن يكونوا هم الوسطاء وهم الذين يبلغوا والذين يتعاملوا مع الوضع، فالوساطة الحقيقية لمنظمات الأمم المتحدة هناك. طيب أود أن أشكرك من حضرموت في اليمن الدكتور رياض الجريري وكيل وزارة الصحة ومدير عام الصحة اليمنية في حضرموت، شكرا جزيلا لك دكتور.